يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، نرجو تفسير هذا. وهل حديث يغفر ذنبا ويفرج كربا ويضع آخرين، وهل هذا الحديث صحيح حيث ورد في تفسير كل يوم وبشأن؟ أما قوله جل وعلا الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، هذا الآية اختلف فيها عن العلم التفسير، فقيل إنها عامة حتى الشقاوة والسعادة، وقال بعضهم إنها خاصة، وأن المعنى والله ما يشاء في النفس والدين يزعل على الرسل، وقال بعضهم معناها يقول الله ما يشاء من السيئات بالتوبة منها والعفو عنها ويثم ما يشاء من الحسنات سبحانه وتعالى، والله أعلم جل وعلا. المؤمن يا لا مانع من يأخذها بالعموم، يسأل رب كل شيء، رب التوفيق والهداية ويجعله سعيدا لا شقيا، ويغفر له ذنوبه ويصلح له قلبه وعمله، يدعو الله بكل شيء ينفعه في الدنيا والآخرة، ويرجو أن تعمه هذه الآية. هل يجوز الجمع؟ وأما الأثر كل يوم وبشأن، هذا من قال ابن عباس موقوفا في قول كل يوم وبشأن، يعني له كتاب جل وعلا ينظره كل يوم 360 نظرة، كم؟ 360 نظرة، أيوه كل يوم 360 نظرة، فيها يعز ويذل ويحب ويشقي ويصلو أقواما ويرضى آخرين إلى غير ذلك. هذا قول ابن عباس ومعناه صحيح.